مفتخرا أن البحث العلمي هو عقار العقول ودواء العقول، فلا تقدم ولا تطور ولا سمو ولا نجاح إلا بالعقل الذي يبحث في ثنايا الكتب وطيات الأقوال ومعارف التوجيهات لمن سبق من العلماء، ويعرف كيف يمازجها بالمعاصرة والحداثة، كيف يجمع بين الإرث العريق للموروث العربي والإسلامي والعلمي والأكاديمي مع لغة العصر. نعقد مؤتمرنا 14 لمناقشة بحوث تخرج طلب الأوائل على أقسام كلية التربية للعلوم الإنسانية برعاية الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت، وبإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور سعد محمود حسين عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية. تقيم الكلية المؤتمر العلمي لمناقشة بحوث التخرج، وقد بلغت عدد البحوث 7 بحوث، واللجنة العلمية كما تشاهدونها اليوم تناقش هذه البحوث من أجل إيصال البحث الأول وترشيحه إلى جامعة للمنافسة في التخصصات الإنسانية إن شاء الله في وقتها المنعقد في 25/4/2023. نتمنى التوفيق إن شاء الله لطلبتنا الأعزاء. حرصت كلية التربية للعلوم الإنسانية للحفاظ على هويتها الرئيسة، وهي إعداد جيل واعي وحر يهدف إلى بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات، كما يهدف إلى بناء شخصية الفرد العراقي بما يعزز الروح الوطنية العراقية الخالصة. لذلك ومن منطلق إكمال الحلقة ما بين التعليم العالي والبحث العلمي، حرصت عمارة الكلية على دعم طلبتها جميعاً، لا سيما طلبة المرحلة الرابعة ممن هم على مسؤولية إعداد بحوث تخرجهم. وفي هذا اليوم وبهذا الشهر المبارك نجتمع لاختيار البحث الأفضل من بين 7 أبحاث المقدمة. بعد المشاورة والتدقيق كالآتي: أولاً، الطالب الأول بان حميد شهاب عن قسم الجغرافيا التحليل المكاني لشبكة طرق النقل البري في قضاء طوز خرماتو بدرجة 92% امتياز. مبارك. الطالب الثاني مصطفى عبد الجبار عبد الله عن قسم اللغة الإنجليزية بدرجة 91 امتياز. مبارك. الطالبة الثالثة آسيا طارق صفو عن قسم اللغة العربية بمعدل 89. مبارك. الطالب الرابع عبد العليم صبحي أحمد عن قسم علوم القرآن بمعدل 88. مبارك. الطالبة ماجدة ليث طايز عن قسم العلوم التربوية والنفسية بمعدل 85. الطالبة أحلام جمعة عبد عن قسم التاريخ بمعدل 84. الطالبة أونس برع محمد عن قسم التربية الفنية بمعدل 81. مبارك للجميع.